أستاذ أحمد، حضرتك معنا عبر سكايب طبعا. لم نتعود من قبل في قراءة هذه التقارير التي تصدر من المنظمات الحقوقية أن يتم إضافة ضحايا أو حالات حقوقية خارج مصر. ما الجديد؟ الجديد ان احنا بنحاول نهتم بالشأن المصري كله. المواطن المصري مهما كان في مصر او خارج مصر يعني مهتم بيه، وبالتالي يجب ان نسلط الضوء على الانتهاكات اللي تحدث لهم. يمكن التقرير لدينا ذكر الحالات التي تم قتلها في سيناء، وده كان مصدرنا الوحيد، هو الصفحه الرسميه للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحه، لان خارج زي ما قال الاستاذ خلف سيناء خارج طريق التغطيه الاعلاميه والحقوقيه، وبالتالي مصادر الجيش او الشرطه او الشرطه يعني. لا لا، خلينا نتحدث من مصادر الجيش والشرطه. انا بس خلينا افهم، لانه احنا عندنا متابعه دقيقه من قبل المنظمات لما يحدث داخل مصر بعيدا عن الشرطه والجيش، لان انا عندي تعليق عليها وهسال حضرتك فيه خصوصا لما نربطه بسيناء. لكن خلينا نسال حضرتك سؤال، ليه وضعته ضمن هذا التقرير المصريين بالخارج؟ لانه هو شيء طبيعي ان احنا لازم نقدم الصوره للانتهاكات اللي تحدث للمصريين بالخارج. يعني مثلا الشابه المصريه التي قتلت في نوتنغهام في بريطانيا هنا، كان المفروض ان احنا نسلط الضوء عليها من وكل المنظمات المصريه تسلط الضوء عليها، لان كانت حاله ماساويه لشابه صغيره في السن يتم تعرض الاعتداء عليها وتم قتلها، وبالتالي نعم يجب ان نسلط على الضوء على كل المصريين. الحالات الخمسه